اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظه من الصهاينة المعتدين الغاشمين المحتلين المحاربين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا شرورهم، ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم وسائر أعداء الدين. اللهم إنا نكفيك نسألك أن تكفينا تكفينا شرهم بعزتك وقدرتك يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الخالق من المخلوقين يا رب العالمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظه من الصهاينة المعتدين الغاشمين المحتلين المحاربين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا شرورهم، ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم وسائر أعداء الدين. اللهم إنا نكفيك نسألك أن تكفينا تكفينا شرهم بعزتك وقدرتك يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الخالق من المخلوقين يا رب العالمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظه من الصهاينة المعتدين الغاشمين المحتلين المحاربين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا شرورهم، ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم وسائر أعداء الدين. اللهم إنا نكفيك نسألك أن تكفينا تكفينا شرهم بعزتك وقدرتك يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الخالق من المخلوقين يا رب العالمين.